أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة، وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نفاق؟ رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم. والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قوي، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب،